بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. ماذا قال الشيخ ابن باز عن الشيخ سلمان العودة؟ هذا كتاب بعنوان العزلة والخلطة للشيخ سلمان العودة، وعلق عليه وقدم له سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز. نشوف ماذا قال الشيخ ابن باز في هذه المقدمة عن هذا الرجل. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد اطلعت على الكتاب الموسوم بالعزلة والخلطة أحكام وأحوال من مؤلفات أخينا في الله العلامة الشيخ سلمان ابن فهد العودة. الشيخ ابن باز يقول العلامة الشيخ، فينبغي على طلبة العلم أن يتأدبوا بأدب العلماء وألا ينقلوا الكلام الطيب ويصرفوا أنفسهم عن قبيح الكلام. بارك الله فيكم.